هالحرب كان أصعب من حرب سوريا نفسها. يعني حرب سوريا كان حرب بلدك، تهرب من هون تهرب من هون، لا هون مو بلدك، يعني في شيء بخوف. صار لنا 10 سنين بالسودان، وبهالأوضاع الاشتباكات المفاجئة اللي صارت فورا طلعنا، شلنا الأطفال وطلعنا، ما شلنا شيء، وطلعنا من الخرطوم على العطبرة، وهنيك صار وضع أسوأ. من العطبرة طلعنا على بور سودان، البور سودان الوضع أسوأ من عطبرة وخرطوم صار، يعني الإجلاء صار صعب. أول طيارتين إجلاء مع الشام، وبعدها التغى الإجلاء وصار ديكتات بال 800 و 900. كان وضع صعب، كنا ننام على المينا على الأرض، والأطفال كانوا يناموا على المينا على الأرض، ما في لا شقق لا شيء، ويعني وضع كان مأساوي.